مش هتبطل العادة بتاعتك دي. طب وش معنى هو يا زغل؟ هو مين بس؟ أنا عارفة بقى يا ستي. زهم العادة، عاوز لهم مفصله. أنا أعمل إيه؟ أي جون مية مية هيطلع لعيب كورة ممتاز. يبقى يا هتنام وتسيبني؟ طب أعمل إيه؟ لو يحب يتفضل عندي يتفضل. يا سلام مدحت. أنا خايفة يا مدحت. خايفة من إيه يا حياتي؟ هانت كلها كم شهر ويشرف. محمود محمود، بص شفت دمه خفيف قد إيه؟ شبه أمه بالظبط. طبعا لو كان شبه أبوه ما كانش طلع دمه خفيف، أصل الرجالة كخة. إيه؟ لا إيه رأيك مادام هما جابوا ولد نجيب إحنا كمان بنت ونجوزهم لبعض مش كده؟ يا ريت. قد إيه جميل إن الصداقة تستمر بين جيل وجيل. أنا متخيلك في الفرح، شعرك شايب وظهرك محني وماسك عصاية وقاعد تتعكد عليها. تعالي تعالي هنا وأنا متخيلك بنظارة على عينيك وسماعة على ودانك ولمبجو في ظهرك وأولاد أولادنا تلعب في الجنينة. جنينة إيه بقى؟ الفيلا بتاعتنا. ودي تبقى فين دي؟ تعالي ما أوريها لك. تعالي رأيك يا ليلى؟ عجبك؟ الله حلوة قوي قوي. كل يوم وانا رايح للشغل كنت لازم اقف شوية اتفرج عليها. يا عيني يا عيني، كنت بتبصبص لها ولا ايه؟ وماله؟ يا سلام. وامبارح كنت حطير بالفرح لما عرفت انها معروضة للبيع. وهي تمنها كام؟ 30,000 دينار. ايه؟ احنا مش معانا 25,000؟ نحطهم كلهم في الفيلا ونستلف كمان 5,000؟ لا انا ما احبش السلف. تعالي بس اتفرج عليها. تعالي مش هوافقك على حكايه السلف دي ابدا. يلا على محلك شويه يا محمود. الله ايه مالك؟ ابدا. في ايه؟ بقى لي كام يوم بحس كده بالم في جنبي. طيب انت لازم تشوف دكتور. الحكايه مش مستاهله. تعالي ليلى. الله. تعالي يلا يا محمود. على مهلك.